السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهران رمز الفضلي، معكم شاهد قناة MR2Children. هذا الفيديو يتحدث عن الهدف من فتح القناة والمعرفة عن الهدف. تابعوني إلى نهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك. العربية والإنجليزية، والهدف الثاني تعليم الأطفال الكتابة والقراءة باللغة العربية، والهدف الثالث تعليم الأطفال الكتابة والقراءة باللغة الإنجليزية سمعا لا تكرارا.